من طرف صديقي يعني شو اسمه رحت عرفنا على هذا الشخص بالقلعة ودفعت يمكن ما حوالي على 250,000 دينار. 250,000 دينار. طيب 250,000 دينار دفعت وصار لك سنتين تداوم؟ صار لي سنتين وقبل العيد بثلاث ايام يمكن اربعة ايام انا نزلت قبل هذا العيد. ايوه ولحد الان بعد كلكم لحد الان بعدكم تداومون؟ هسه حاليا ماكو يعني من محافظة صلاح الدين او قضاء صلاح الدين ماكو اي من محافظة صلاح الدين اي صلاح الدين ماكو اي واحد بعد يلتحق يعني جمعنا احنا عرفنا الشغلة كلها يعني تشدو وكلاوات يعني بعد ما رحنا بس احنا تورطنا ورطة ورحنا داومنا ويا مهدي الصميدعي بس اذا تسمح لي خليك ويانا منو قال لك اكو حشد شعبي امشي سجل بيه حتى في سبيل الدوام؟ هي يعني هي طشت يعني بالقضاء مالنا مال سامر يعني طشت وياكو حشد انفتح حشد يعني للتعيين يعني صلاح الدين. تمام سجلنا يعني بالتعيين وهذا رحنا لبغداد باشرنا يعني ظلت تدريبات شتاء وصيف ويعني حتى لك يعني احنا يعني الاخ بارق يعني حكينا كله يعني الاكل علينا طلعتنا علينا شربنا هناك كله علينا ما يعني يحار تاخذون اكلكم من هناك عندكم هناك مطبخ انتم تطبخون شلون الارزاق يجيبون يعني حمص يعني حمص يعني فاصوليا يعني كيلو احنا فوق ال 40 واحد 50 واحد يعني شنو يعني بس حمص يجيبون اي حمص لا حمص لا يعني حمص قوطة معجون وعدس بس يعني اكثر قامت يعني ما تاخذ سنتين على هالحال على هاي الحاله على هاي الحاطة. انت شو مخلص دراسة؟ أنا ثالث متوسط. خريج ثالث متوسط. حلها شلون يعني؟ ما يعني أنا أريد أفتهم أنا دداوم مقاتل دداوم بدلتي تجهيزكم ملابسكم على من؟ علينا. تجهيزنا يعني من أكلكم عليكم وملابسكم عليكم. علينا كل عليكم. والدوام والالتحاق عليكم. من وراتب ما منطيكم ولا دينار. تكرم من البسطال لحد البيرية.